معنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي عبد السلام الطائي. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. بداية، إلى أي مدى ترى أن لثورة العشرين مقدمات سياسية أكثر من كونها ردة فعل على ممارسات تعسفية من الاحتلال البريطاني؟ نعم، الثورة العشرين تعد من أهم الأحداث التاريخية في تاريخ العراق الحديث، لأنها كانت نقطة البداية لتأسيس الدولة العراقية عام 1921. وتكمن أهمية ثورة العشرين والسر نجاحها والدروس المستقاة منها كونها أول ثورة وطنية وحدت الشعب العراقي منذ الغزو المغولي بريفه ومدنه وقبائله ومكوناته الاجتماعية عربا كردا وتركمان ومسيحيون ومندائيون. فالشيخ محمود الضاري استقبل استقبال الأبطال من قبل شيوخ عشائر الفرات الأوسط بعد قتله بالأجمل، وتتجسد تلك الوحدة الوطنية بتوجه المطار إلى السريان والكلدان والأرمن إلى الأعظمية والكاظمية لتهنئة العلماء والثوار بالأعياد الوطنية والدينية. بلا شك أن العمق العربي الاستراتيجي للثوار في الجنوب أنذاك فلم تكن الأحواز محتلة، لذلك كانت ظهيرا آمنا للثوار حينها، في حين أن العدو المحتل اليوم في عقر دارهم. الدكتور علي الوردي يؤكد أن ثورة العشرين كانت تعبيرا عن التضامن الشعب العراقي وعن مشاعر الانتماء، فكان جميع العراقيين يهتفون يحيى الوطن. لذلك الثورة أطاحت بالمخطط البريطاني لتحويل العراق إلى مستعمرات صغيرة، وكانت تنادي تلك ذلك المحتل فصل العراق وربطه بالهند. وقام المستعمر البريطاني كما يحدث اليوم جلب عدة ملايين من الهنود إلى العراق لتهنيد العراق وتغيير ديموغرافيته وعزله عن محيطه العربي، وحتى طالبوا بتسمية خليج البصرة بالخليج الإنجليزي الهندي على غرار ما يجري اليوم، لكن حل الفرس محل الهنود. نعم، طيب دكتور عفوا استاذ عبد السلام، يعني هل تعتقد الان الظروف تؤهل لمرحله تتعدى الطائفيه لتثور على النهج الذي استطاعت ثوره العشرين رسمه انذاك؟ بلا شك، يعني هذا الشيء لا يوجد شيء مستحيل، لان الاحتلال طبيعي واصلي للدوله الصفويه الوحشيه، وقامت بنفس الاساليب التي قامت بها في الاحتلال الاول الصفويين الاوائل، قتل وحتى قتل، حتى قاموا بنفش القبور، نفش قبر الامام الاعظم ابا حنيفه، كما قاموا ايضا بنفش قبر الشهيد صدام حسين وقتل العلماء وغير ذلك. على العموم، يعني في الوقت الحاضر لابد من استثمار الوقفه العالميه والاقليميه اليوم لمخاطبة المحافل الدولية وإشعارها بجرائم إيران وأذرعها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ونشر المخدرات والمتاجرة بالموتى وأعضائهم البشرية، خطف وبيع الأطفال. لقد تعرض العراق عبر الزمن لكثير من الاحتلالات والحصار منذ مئات السنين، غير أنه كان ينهض من رماده، ينفض غبار المأساة ويبني نفسه من جديد كالطائر العنقاء. العراقيون الذين دفعوا هولاكو إلى الهرب من بغداد بعد 40 يوما من التقتيل بأهلها، حتى وصل عدد القتلى قرابة 1,800,000 نسمة، قادرين على طرد الفرس من العراق بإذن الله. إذن يعني إذا تحرك الآن الشعب الواعي للتخلص من الاحتلال الأمريكي والإيراني الجاثم على صدر العراق والناهب لمقدراته، ما أهم المعوقات برأيك التي يمكن أن يواجهها في سبيل تخليص البلد من هذا المستعمر؟ نعم، الحقيقة هي أهم المعوقات في الوقت الحاضر الظروف الدولية، يعني العملية السياسية أو التشكيلات الحزبية والدستور الذي تم صياغته وفق نظام المحاصصة المذهبية، المذهب الأعلى والمذهب الأعلى، هذه كانت كلها من المعوقات التي تعيق أي عملية تغيير. ولذلك الذين أتوا بهؤلاء هم القادرون على إخراجهم قبل غيرهم،
ولذلك التنسيق مع المنظمات الدولية وإشعارها بالجرائم التي ترتكب والتي يندب لها الجبين هي السبيل الوحيد. وحدة القوى الوطنية، يعني كان ينبغي بالقوى الوطنية بهزيمة 80% للعملية السياسية في الانتخابات الأخيرة التي أجريت، كان ينبغي استثمارها من قبل قوانا الوطنية لتوحيد صفوفها لغرض وضع حد لتلك التصرفات. نعم. جميع العالم يعلم أن الانتخابات كانت مزورة وأنها كانت مشوهة وأن التمدد والعربلة الإيرانية والآثار السلبية للعراق باتت الآن تنتقل إلى الدول المجاورة، ليس في الدول المجاورة الإقليمية، وحتى انتقلت جرائمهم إلى الدول الأوروبية بعمليات الاغتيال وعمليات القتل. نعم. سواء بالنسبة لجرائم منظمة ما يطلق عليها بأنصار السلام أو بقتل حتى الدول الأخرى المساندة إلى العراق في أوروبا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي عبد السلام الطايب.